لا تجب الزكاة على غير المسلم، فغير المسلمين غير مطالبين بإخراج الزكاة، لأن أمر الزكاة هو للمكلفين من المؤمنين بهذا الدين، فالذي لا يؤمن بهذا الدين غير مكلف أبداً أبداً بجزئياته. ماذا ينفع الإنسان الذي لا يقول ولا يتشهد شهادة الإسلام؟ ماذا ينفعه من عمل صالح؟ زكاة ولا غيره؟ ما ينفعه. يعني شركت ليحبطن عملك الكافر؟ لكن هنالك خلاف بين العلماء، هل غير المسلمين يكلفون بجزئيات الشريعة أم لا؟ قل، هل هذا سؤال، هل غير المسلمين يعني مكلفون أم غير مكلفين بجزئيات الشريعة؟ يعني هو ماشي مسلم كلفه الله تعالى بجزئيات الشريعة، بحال مثلا الصدقة وخا كافر، مكلفه ربي سبحانه بالصدقة وخا كافر؟ ها والزكاة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء في قضية غير المسلمين هل هم مكلفون بجزئيات الشريعة. قال تعالى في سورة الصافات يا كزلي الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله. قال تعالى في آية فويل، اسمح لي نشوف سورة العنكبوت إن شاء الله تعالى، غادي نشوف يا ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بنورك اهتديت. المهم على كل حال الآية كتقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الله. يعني ويل للمشركين باش أول باش لشركهم، ليس بعد الشرك كفر، ولكن يقول ويل للمشركين زيد الذين لا يؤتون الزكاة. فقال بعض العلماء إن غير المسلمين مكلفون بجزئيات الشريعة بناء على هذه الآية التي فيها وعيد وتهديد للمشركين زيد الذين لا يؤتون الزكاة. يصبك بعض المالكية يقولوا هكذا، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فكيف يشنع على المشركين وقد ارتكبوا أكبر الكبائر وليس بعد الشرك كفر، ثم يحاسبهم ويتوعدهم على عدم فعل الزكاة؟ كيف هذا ويل؟ ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يا ربي يا ربي يا رب. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ هل المشرك إذا أدى الزكاة زين هل سيدخل الجنة؟ وش يدخل الجنة ولا يدخل؟ مشرك. واش الجنة؟ لأنه مشرك. الأساس اللي هو الإسلام ما آمنش. ولماذا يقول الله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ علاش يا لأن المشركين ليسوا أبدا زين درك واحدة في النار. يا الله. فالمشرك الذي يؤدي الزكاة ويرحم الضعيف ويغيث الملهوف، شو حتى المشرك حتى المشرك الذي يغيث الملهوف ويخرج زكاة مالي وخا ماشي زكاة صدقة ويرحم يرحم الناس مشرك يرحم الناس، ليس كمشرك زيد يقسو على الناس. فالمشركون دركات والجبابر دركات والمتكبرون دركات، كما أن المؤمنين العاملين الصالحات درجات درجات. فيفهم من هذا أن الله توعد المشركين بالضبط بالويل، وهو هذا الوعيد، وهو حادث لا محالة. ثم يقول الذين لا يؤتون الزكاة، فكأن هذا وعيد شديد إضافي للمشركين القساة، على عكس المشرك زيد الرحيم بالناس
ويكاد المشرك الذي يرحم الناس أن تصيبه دعوة من هؤلاء الضعاف فيمسه قبس من فيوض الله في قلبه فيؤمن فيؤمن. قد يقول له اسمه يكثر الخير المشرك بزاف، يكثر الخير يكثر الخير الضعاف، يبقى يقول له وروح روح الله يقلب قلبك للخير، الله يهديك الله يهديك. يعني أن هذا المشرك شو ترك بينه وبين الله تعالى بابا يمكن أن يدخل به عليه، لم يقطع كل الأسباب بينه وبين ربه. مش بحال ذلك المشركين الذين تقطعت بهم الأسباب، أي قطعوا كل سبب قد يؤدي بهم إلى الهداية. شوف هذا أمل يقذفه الله في قلوب حتى المشركين. فالمشرك الذي يرحم الناس قد تصادفه دعوة من ضعاف الناس، وقد تكون سببا من أسباب رحمة الله لهذا العبد وهدايته. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الله أكبر. خليني بالعلماء اللي كيقولوا، بعض المالكية كيقولوا هناك عند واحد الرأي كيقول إن المشركين مخاطبين بجزئيات الشريعة بناء على هذه الآية. أنا نشوف فيها غير هكذا، نشوف أن الله تعالى لم يجعل المشركين دركة واحدة، وإنما هي دركات. فالمشرك القاسي الذي يقسو على الناس ويأخذ أموالهم ويظلمهم ليس كالمشرك الذي لا يأكل أموال الناس، بل ليس كالمشرك الذي يرحم الناس. فهذا سبب من الأسباب التي يمكن أن تعود عليه بفضل الله وتوفيقه ورحمته إذا سبقت له من الله الحسنى. وهذا حادث بزاف. واحد الكافر كافر، واحد السيد، واحد المرأة عندها اليتامى ياك، وهذوك اليتامى جاعوا، وهذيك الأرملة عيت ما تصبر قصدت أحد المؤمنين اللحية الجلابة صلت الوقت وكذا، فشكت حالها ودمعت عيناها تستعطفه لعله ينظر إن شاء الله تبارك وتعالى بعين الرضا وعين الرحمة لهذا الناس. قال لها سيدي الحقوق بزاف واسمحي لي، والله الله يهديك والله يهنيك. وكان هناك أحد هؤلاء الغير مسلمين تفطن لها ورأى كيف قابلها هذا المؤمن، فجاءها بكثير من الخير فأفاضه على بيتها ومسح على رؤوس اليتامى وخرج. فرفعت هذه هذه المرأة يديها إلى السماء، جأرت إلى ربها وقالت ربي قصدت عبدا من عبادك نويت فيه الخير وأنت ترى كيف ردني، ومنعني إيماني وحيائي أن أقصد غير المسلمين، لأن نبيك قال مثل المؤمنين في تودهم وترعهم كمثل الجسد الواحد، فيشاء ربك تشاء أنت بحكمتك علمها من علمها وجهلها من جهلها أن يطلع على حال أحد غير المسلمين من المشركين، ودون أن أذهب إليه يدخل إلينا ويأتي بخير. فأدخل السرور على هؤلاء اليتامى الذين لا عائل لهم، فاللهم كما أدخل السرور على من لم يجد من يقف معه في هذا الضيق فأدخل السرور عليه هذه الليلة. الله 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 مع الصباح جاء الرجل المؤمن إلى بيتها يهرول يهرول، فأطرق الباب قال يا أمة الله يا أمة الله جئتك بخير كثير. قالت لا لقد كفينا. من ذا الذي قال لها ما قلت له لا أعرف. وبينما هو كذلك يمر عليها ذلك الكافر تقول ها هو الذي ساقه الله إلينا وجاء بكل هذا الخير. فقال لها يا عبد الله يا عبد الله
خذ هذا المال مقابل ذلك الذي أعطيته لهذه الأرملة. قال لا، أنا إنما أعطيته إياها لله تعالى. قال خذه، قلت خذه. قال إن الذي رأيته في المنام رأيته أنا أيضا. قال ماذا تقول؟ قال إني رأيت كأن القيامة قامت. هذا الكافر يقول. وجئت أنا في صف الكافرين المشركين لأحاسب، وجئت في صف المؤمنين، وكان موقعك في صف المؤمنين مقابل موقعي في صف الكافرين. فلما وصلنا الاثنين إلى الباب حيث سنحاسب، يقال لك إنك لم ترحم اليتيم. يقول سيد ربي في القرآن: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. لقد دفعت اليتامى عنك. وجاء الله بهذا فرحم اليتيم، فزحزحت من مكانك في صف المؤمنين إلى صف الكافرين، وجيء إلي وقيل لي إن الله تعالى سبحانه لرحمتك لأولئك استجاب الله دعوتها ودعوة اليتامى ومن الله عليك بالإيمان، فاستيقظت أشهد أن لا، وهو يقول اسمع يا هذا المسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، وخاصة من يرحم من لا يجد راحما غير الرحمن. قال نصهر بان عليهم، قال نصهر بان عليهم، قال نصهر بان عليهم. ها إذن هذا ويل للمشركين، معناه مسألة مفهومة أن المشرك زين لا ينبغي زين هو أن يغلق كل الأبواب والسبل التي تؤدي به إلى رضوان الله. زين، وإحنا المسلمين، المسلمين على قولهم لا نيأس من أي إنسان ولا نحكم على أي إنسان بما سيختم الله له به، بل يظل قلب الإنسان يهتز خوفا وشفقة بما يختم له. فأنت ترى أن هذا العبد كان مصليا مؤمنا، فرأيتم كيف حدث له، ورأيتم كيف كان هذا الإنسان مشركا وكيف ختم له بالخير. وهذه أمثلة كثيرة، هذه فقط يعني بعض التأملات حول هذه الآية. إذن الشرط الأول هو الإسلام، مش كمل تزكي الإسلام. الشرط الثاني زيد أخويا، الشرط الثاني زيد، هو زيد أخويا العقل، بحيث لا يكلف المجنون أبدا في كل التكاليف. علاش؟ لأن العقل هو مناط التكليف. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، قد هل يخلق الله خلقا زين وهو لا يريد تكليفهم؟ لم يخلقهم أبدا للتكليف. هل يخلق الله خلقا لم يخلقهم للتكليف؟ كاين ولا ما كاين؟ واش كاين؟ شكون هما الملائكة؟ يا ماشي الملائكة على بنادم، بنادم بنادم. الملائكة لا يكلفون، يعني كلفهم الله سبحانه عز وجل ولا يحاسبون. خلق الله خلقا مزيد، ايوا هما سيكلفون ياك، ولكن لا يحاسبون، ما يتحاسبوش. شكون هما؟ شكون ما شاء الله؟ شكون هما؟ اولا قال تعالى في كتابه من سورة الانعام: يوم ياتي بعض ايات ربك، اي طلوع الشمس من مغربها ياك، وظهور الدابة، هذا زوج زوجها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت، يعني أن حينما تظهر الشمس من مغربها إذا آمن الكافر لا يقبل إيمانه، يعني لا ينفع إيمان، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. والمؤمن اللي يبغي يدير الصالحات بعد طلوع الشمس لا يقبل الله منه،
صافي، يختم له الكافر يختم له بكفره، والمؤمن يختم له بما عمل من العمل، فلو زاد من الصالحات ما تقبل منه، أي تغلق أبواب السماء. إذا ظهرت الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه عز وجل لا يقبل توبة العبد زوج مرات فوقاش، زيد ما لم يغرغر، والثانية ما لم تطلع الشمس من مغربها. عقلوا على هالشيء. التوبة بالنسبة للأمة مقبولة إلا في حالتين، حالة الغرغرة حينما ينام الإنسان على فراش الموت وتوصل له نفذك لقيتها ما عنده مئذين صافي، الآن وقد كنت من قبل من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن الآن حتى أدركت الهلك الآن، لا والأخرى شحال، حينما تظهر الشمس من مغربها. إذن هؤلاء كانوا مكلفين فوقاش قبل زين طلوع الشمس من مغربها، كي تطلع واسمه يسقط التكليف. يا الله، هذو الزوجة فال شكون هما؟ فال شكون هما؟ الذين يولدون ويموتون قبل البلوغ، هل يحاسب هؤلاء؟ لا يحاسبون، لم يخلقهم الله تعالى للحساب. والرابعين شكون هما؟ المجانين، يا رحمة عليك شد، المخلوقين مجانين ما عندوش العقل. المجنون هل يحاسب أم لا يحاسب؟ لا يحاسب، لأن ما نتكلف اسمه العقل، ما عندوش العقل. لكن هذا الإنسان ولد مجنونا من الأول لا يحاسب، هذا الإنسان ولد عاقلا فجنة زين، يحاسب ولا ما يحاسب؟ إذا لم يبلغ سن الرشد، مجنون ولا عقل ليس مكلفا. مجنون إلى تولد مثلا بحال مونغوليا ما عندوش العقل، ياك وصل حتى 13 عام ما بلغش ولا ومات بحاله بحال الاخرين، يعني هذا يتسمى طفل واخا ماشي. لكن حنا كنتكلموا على البالغين درك، المجنونين المجانين البالغين، كاين اللي يزيد مجنون يبقى مجنون يموت هكذاك، هذا لا يسأل عن اي شيء، مات لم يكلف يعني. لكن كاين اللي يزيد واسمه عاقل ويجن هذا كيتسرى له هذا، نعم يتحسب على من؟ على ما قبل إصابته بالجنون قبل. فإن كان زين قبل أن يجن واسمه صالحا يختم له بالصلاح ويحشر مع الأولياء هيك زين، وإن كان قبل الجنون فاجرا وجنة يحشر فاجرا يوم القيامة. لكن هذا المجنون يتحدثوا الناس العلماء عليه واسمه يقولوا هذا الجنون الذي أصابه هل هو جنون لا دخل له فيه جاي هكذا، أو لا هو جنون زين ظلم بسببه، أو لا هو جنون تسبب فيه هو. كاين الجنون اللي كيكون غادي هكذا مسكين واسمه وتخطف ويمشي ما كاين حتى شي سبب، ماشي هو السبب ياك وماشي السبب تاع الاخرين، إنما هو هكذا قال كان ناعس تصبح مسكين مشالوا العقل ما قال. وهذا كاينين ولا ما كاينينش؟ قد يحدث، ابتلاء يبتليه الله تعالى ويبتلي اهله فيه باش يصبروا ولا ما يصبروش. هذا يختم له بالعمل اللي كان عمل، كان مزيان ما كانش مزيان ماشي مزيان اللي هو جن باش بسبب الخدمه ديال الاخرين، هذا خسرقوا هذا ظلموا هذا دخلوا المحكمه هذا كلاه هذا دار له السحور هذا ضربه فركع خوتو سبب أحبابه في الله جننوا إخوانه في الله دقدقوا هذا شكون هذا اسمه الحين يحاسب الله تبارك وتعالى شو اللي دار ياك وهذا الذي أصابه واسمه هو اللي أصابه اسمه هو مظلوم أي ما أصابه هو مظلوم أي أن هذا زين رصيد في سجل حسنات أي جنون رصيد في حسنات لأنه إنما أصيب باش بظلم الآخرين فهو مظلوم والمظلوم عند الله تعالى زين في ذمة الله سيقتص الله لا من هؤلاء سيأخذ يوم القيامة من أجورهم حتى يرضى يؤتى بالظالمين ويجيب المظلوم
فيأخذ من أجورهم على ما يشاء الله حينما يقدر حجم هذا الجرم الذي ارتكبه هؤلاء في حق هذا المظلوم. هذا الثاني. والثالث هو كان سبب الجنون، كان عاطي القرقوبي وكان يبرم يبرم ويسكر ويخون ويسرق ويضرب فأصيب. هذا واسمه يختمون له باش بالشيء ذاك العمل اللي ماشي مزيان يعني زيد. وهذا الشيء الجنون واسمه هو السبب، هو الظالم اعتدى على نعمة العقل أمانة عندنا فاعتدى عليها بالمخدرات. فهذا عياذا بالله يختم له زيد بالعمل الشرير اللي كان يدير وجنونه زيد. واسمه هو هو اسمه هو ظلم ظالم به هذا المجنون نفسه، أي هذا اللي كان عاقل إنما صار مجنونا باش بتصرفات، أي اعتدى على عقله، اعتدى على بدنه، اعتدى على أمانة الله التي استودعه إياه ليحفظها فلم يحفظها. شتو هذا فينا غادي كان مكمل. والجنون تاعو اسمه هو ايش اسمه هو ذنوب يزيدها، لأنه هو اللي سبب روحه باش ما بقاش عاقل، هو الذي أتلف نعمة الله عنده. يا لطيف. إذا الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى بدل الإسلام هو العقل، احفظ عقلك. يمشيو لك الفلوس ياك أسيدي، يمشي لك باك، يمشي لك حبيبك، ما يمشيلكش عقلك. إلا عندك النعمة ديال العقل، العقل احمد الله عليها. ليس بعد نعمة الإيمان نعمة أعظم من نعمة العقل. ربي يقول أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. العقل تمشي تبقى تعطيها للقرقوي. واش عباد الله الأمة اللي يكثر فيها المتاجرة والبيع والشراء ديال القرقوي ديال الإكستازي وديال الشيء اللي راهو 5000 الهبة وتشربها البنت وقال لك راه تبقى منشطة، وتشربها الولد يقول لك أنا ما نكون مزيان حتى أنا حتى أنا. اسمها الغريبة هذه، اسمها الغريبة هذه. ويولي مدمن عياذا بالله، ما يبقاش العقل. كيولي مدمن ما يبقاش عنده العقل. المدمن واسمه يصبح عبدا عبدا لتلك المادة السامة التي دخلت إلى جسده فسارت سما زحافا مع دمه. فإذا بهذا الجسد الذي يعتاد هذا السم لا يتصور عقله أن يعيش بدونه، فإذا فقدها واحتاجها يبيع عرضه، يبيع دينه، يقتل أموه، يقتل باه، يقتل أموه، يقتل باه. شفناه يولي وحوش ما شاء الله، مابقاش عقل، ما عرفش. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث واش هو زين اللي راك تقولوا البلوغ ياك. الزكاة هل يحتاج الإنسان فيها؟ عنده المال، هو صبي، هو صبي وعنده المال ورفع على باه الملايير زين، هل هو مكلف بإخراج الزكاة؟ صبي. الصبي ليس مكلفا حتى ولو كانت له الملايير. اش قال سيدنا ربي سبحانه وتعالى؟ يا بني زيد زيد أقم الصلاة زيد زيد واش قال؟ وأمر بالمعروف. علاش ما قالش وآتي الزكاة؟ يا بني خصو يقول يا بني أقم الصلاة وآتي الزكاة عاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا، الصبي قال له ربي يا بني في وصايا لقمان أقم الصلاة وأمر بالمعروف. لماذا الزكاة؟ علاش؟ علاش الزكاة؟ لأن الزكاة لا يمكن أن يتولى إخراجها زيد إلا إذا كان مكلفا. ولكن الزكاة في المال ديالو يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج ولا ما يخرج؟ واش يخرج ولا ما يخرج؟ من الذي يخرجه؟ المتكفل به. المال المال اللي عنده فائدة النصاب راه غادي يخرج الزكاة تاعها، لكن ماشي هو ولا يحسن التصرف. هو لم يكلف بإخراج، لم يكلف بهذه العبادة. علاش؟ لأن ربك يقول اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. حتى قال سبحانه عز وجل
اكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني أن المال يتصرف فيه المتكفل باليتيم بالتي أحسن، ويكون حاله مع مال اليتيم حال شكون؟ المستعفف إذا كان غنيا، زين، والذي يأكل منه بالمعروف إذا كان فقيرا. وقصد الشارع من تكفل المتكفل بمال اليتيم هو أن يستثمر مال اليتيم بالطرق التي يجني منها اليتيم الأرباح. ولذلك بحال راك خدام تاكل إذا كنت ضعيف وفقير، لا ماكش. وكيقول سيدي ربي فإذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى يبلغ الرشد، يبلغ سن النكاح، عاد ترد له فلوس، ترد له فلوس. ولذلك سيدي ربي قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف. إذا هذه الثلاثة، زيد، الإسلام و العقل والبلوغ، الرابع واش هو؟ زيد اخويا هذه ما بقاش. الشرط الرابع اسمه الحرية، لأن العبد مملوك والمملوك لا يملك نفسه، فكيف يملك لازم شيئا آخر؟ فكل ما يملكه العبد زيد هو ملك لصاحبه، لأن رقبته في ملك الإنسان. فكل ما يأتي به المملوك هو بالتبعية وتلقائيا هو في ملك سيده. يعني هو اسمه هو ليس حرا في أن يتصرف، هو بذات حريته كيناش. ولذلك من شروط زيد أن والفلوس اللي كيكون يجيبهم العبد يكونوا بزاف، شكون يتصرف فيهم؟ سيده. وشكون هو المسؤول عن الزكاة؟ سيده. هو اللي حر، اللي ماشي حر ليس مكلفا بإخراج الزكاة. هذه الرابعة، الحمد لله ما بقاش هذه، الحمد لله. إذا المسألة إن شاء الله الحرية، هذه الرابعة. الخامسة واسمو هي؟ الخامسة، الشرط الخامس واسمو هو؟ إوا زيد أخويا، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. الخامسة واسمو هي؟ بر النصاب. إوا زيد، أن تكون زيد تملكه، أن يكون تحت يدك. اما تقول لي عندي 10 ملاير ورا ما عندي فلان، بحال يشري الحوت في البحر، يخسي كل ما تحت تصرفك. اما تديلك واحد السيد وهو قوي عليك ويقول لك ما نعطيه لكش، انت لا تملكه. ياك انت يا جبته وانت وصلت ليه، لكنك لا تملكه. بحالنا احنا، بحال الدول ديالنا احنا، هو عندك، هو عندك البحر، هو عندك البترول، هو عندك هكذا. ياك روح قول للدوله، قول لها خصك تخرج ان شاء الله الزكوات في هذه المعادن والركاز، وشحال فيه؟ 20%. ياك خصك يخرجوا 20% للمساكين. قبل ما تصرف في هذه المعادن وجب على الدوله دير صندوق ديال الزكاه 20% ديال المداخل توفر وتستثمر لما خدامش، لما شي مزوج، لما في الكريدي، لما ضعيف، قبل أن يأخذه الآخرون، قبل أن يأخذه الآخرون. لك أنت أول، أنت لا تملكه، ما تقدرش. على كل حال يجب أن يكون الشروط أن يكون تحت تصرفك، تصرفك. إلى عندك مليار وسلفته الواحد زين، وهذاك السيد ما طاح فايت، تخرج عليه ولا تخرج عليه؟ طاح فايت خرجت، لان ما غاديش يردولك. سلفتو لواحد السيد واخا عنده الفلوس، ولكن تعرفوا بان لا زبون مفلس ما يردلكش، تخرج عليه الزكاه وتخرج. قال العلماء الكريدي ديالك اللي كتسالوا للناس هو انواع عديده، نديرو غير زوج. النوع الاول انك متيقن انه يرده لك، هذا تخرج عليه الزكاه، هذا يحسب في عداد المال الذي تملكه. أما إذا كان هذا المدين من أولئك الذين يجرجرونك في المحاكم ويقول لك نفخ وروح تشكي وما نعطيكش، أو لم يقولها لكش ولكن يتصرف بهذه الطريقة، هذا ماشي ديالك، ما تخرجش عليه. باش تخرج بالخلاف قلت لك خرج عليه مرة مرة،
سوى الأرض دونك. إذا لا تملكه. هذه الخمسة. السادسة، الشرط السادس وشحال؟ أن يكون حلالا. فالله لا يقبل منك أن تخرج الزكاة من المال الحرام. أنت عندك كانتينة وتشيع الخمرة أو المخدرات أو تبيع الدخان أو عندك واحد الصالة نتاع القمار، تدخل الفلوس ديال عباد الله، تسرق الناس أو الرشوة أو الظلم أو الغصب أو تزيد في الحدود نتاع الناس أو تحط يدك على واحد الأرض اللي ما كانش مولاها وديرها لوطيسما أو 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 أنا كنت عارفوا الناس كرام يديروا، الناس راهم كيديروا النصب والاحتيال والغش والظلم والغصب والخيانة والغدر والغ. هذا مال لا يقبل الله منك أن تخرج منه فلسا، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب زيد. وإن المال الحرام في حكم المال المعدوم. عقله الفقه الإسلامي كيقول لك المال الحرام زيد في حكم المال المعدوم، بحال اللي ماشي ديالك، لأن الأصل في المال الحرام هو أن تتخلص منه، فإن كان أصحابه أحياء ترده إليهم، وإن لم تكن تعرف أصحابهم بحال الخمر وذاك الشيء واش دير؟ تتخلص منه. كيف تتخلص منه؟ هذه حاجة أخرى. كيف تتخلص؟ هذه حاجة أخرى. أنت ما تاكلوش، ما تاكلش العائلة ديالك، واش مدير بحال هذا اللي قال لك أنا ربحت 590 مليون في القمر، واش كندير به أنا؟ قمر واش هذه غادي تقول لي خرج الزكاة؟ خرج الزكاة هذا. غادي تقول له ان شاء الله تعالى روح شوف الناس او شوف شي جمعيه ولا شوف شي مكفسين ومكملين وغادي يدير، لا ما يقدرش هاد صافي لانه صافي. شو هذا؟ اذا سيدي كاين الشرط السادس هو زين ان يكون حلالا. الشرط السابع زين، الشرط السابع هو ان يبلغ النصاب. لان احنا ملي نتكلموا على الزكاه كنديروا دائما غير جوج شروط، يقولوا للزكاه شرطان، الشرط الاول أن يبلغ النصاب والشرط الآخر هو أن يحول الحول. يجيبوا غير هذو الزوج، هذو الزوج يعني الخرين كاع ما يذكروهمش. علاش يجيبوا غير هذو الزوج؟ لأن الخرين من المفترض في دولة المسلمين وعند المسلمين كلشي راه كاين، ما غاديش يتكلموا على الإسلام لأن مسلمين، ما يتكلموش على العقل لأن كاع عاقلين، ما يتكلموش على البلوغ كاع بالغين، ما يتكلموش على الحلال كاع راهم يجروا في الحلال، ما يتكلموش في قضية الحرية كاع راهم أحرار، ما يتكلموش في قضية الملك راه كاع. ولذلك يجيبوا غير هذو الزوج. منين جات الان المناسبه نبينوا هذه المسائل وصافي باش الناس يعرفوا وصافي. اذا ان يبلغ النصاب، واسمه النصاب هو القدر الذي حدده الشارع في المال لكي تجب فيه الزكاه. فالاموال كثيره ومتنوعه، وكل نوع من المال الا وقدر الله فيه قدرا يعتبر شرعا هو النصاب. فإذا كان بلغ وزاد تخرج، وإذا كان قل من ذاك الشيء فأنت معفى، أنت معفى. ولذلك هذا النصاب يتبدل من المال إلى الذهب إلى الركاز إلى الفلاحة إلى بزاف. والشرط الأخير واسمه هو أن يحول عليه الحول. ما معنى أن يحول عليه الحول؟ ما معنى يحول عليه؟ يدور عليه الآن. أعطيني مثال شوف، هذا هو اللي راهم دايما يسقسيوني عليه الناس وما بغاش يدخل له براسه. يا حول الحول اسمع، يا حول الحول انا يا راني خدام موظف او الا راني فلاح او الا راني تاجر او لا راني بديت ما عندي حتى دورو، خلصت هذا الشهر 600,000 كليت يا كليت ان شاء الله وشربت وكذا، والشهر الجاي بقى لي 200,000. حنا عندنا ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى النصاب ديال المال، ديال المال هو قيمة 85 غرام ديال الذهب. يعني نديرو الغرام ديال الذهب ديال 30,000 فرنك، الغرام 30 في 80 تجيك 2.25، ماشي 2.5. نديرو النصاب تاع الفلوس هو 2.5، يعني 2.5. الآن عندي 200,000، الشهر الجاي 600,000 بقات 400,600، الشهر الجاي كليت 300 بقات 900,900، الشهر الجاي كليت 100,000 500,400، شهر جاي ما كليت حتى حاجة 600 عامل 2.2، الشهر السابع كليت 200 تبقى 2.400، 2.400، الشهر التاسع جون، الشهر التاسع بقات لي مثلا 300، 2.700، كي توصل 2.700 شو اش من الشهر هذا؟ اش من الشهر؟ التاسع، واش هو التاسع في الشهر العربي؟ واش هو؟ واش هو التاسع في الشهر العربي؟ دائما الشهر القمري،
ماشي. لا انتم ما قلتوا الفرنساوي. الشهر التاسع فاش؟ العربي. الشهر الاول العربي واسمه هو؟ زين. محرم الثاني زين. صافر الثالث زين. قلنا راه ربيع الاول زين، ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الثانية، راجب، شعبان، رمضان، واسمه هو التاسع؟ عقلوا على التاسع هو رمضان. انايا بلغ النصاب المال ديالي في شهر رمضان. شحال راه عندي؟ زوج وستمية. نخرج هاللعب ولا ما نخرجش؟ نخرج ولا ما نخرجش هاللعب؟ لا، هاللعب بلغ لي النصاب. واحد بلغ له زوج وستمية، وواحد بلغ له 16 مليون، واحد داكشي علاش؟ المهم انا ما كانش عندي زوج وستمية، ما كانتش وصلت حتى لهالبرا. هذا ولات عنده 2,600,000 في شهر 9. شهر 9 الجايه في رمضان باعوا وشراوا وكلاوا وشربوا وحوس وكذا، ها؟ ملي وصل رمضان صاب عنده 1,800,000. يخرج ولا ما يخرج؟ يا ما يخرج. مشى النصاب ولا ما مشاش؟ درك واش ما خصو اخر؟ واش ما خصو؟ خصو نصاب اخر. ما بقاش جاوب ولا 1,800,000. ما وصلش النصاب. يبقى عاودك تصل جوج، عاودك يوصل نقولوا شهر 10 يعني اللي هو شوال، وصل 2,600,000. ها ولا عنده شوال. يبقى يلا نعم اسدي، يلا 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 كيوصل 10 يصير عنده 16 مليون. 16 مليون يخرج ولا ما يخرج؟ على من يخرج؟ على 2,600,000 اللي كانت عنده ولا على 16؟ ولا يدير 16 لاقي 2,600,000 ويخرجها. خصك تقول لي نيشان يعني. لان هذوك 2,600,000 راه كان وصل بهم النصاب، وزادت عندي 13,400,000 في العام. يعني من ديك 16 مليون تنقص بها 2,600,000 تعطيك 13,400,000. نخرج على 13,400,000 ولا على 16؟ شوف هذا اسمه، شوف نيشان اصاحب. شوف تخرج ديك اللي تبقى ولا على ولا على كل شيء؟ على كل شيء، ولكن الاخرين راه ها دار لعب. ها و هذيك الاخرى هذيك 13 مازال ما وصلش علينا. ها شتو، ها واحد الجواب زيد. شكون الاخر؟ ها واحد الجواب مزيان هادشي، الله يجازيك بخير. زيد كاين متفقين مع السي يوسف؟ نعم متفقين مع السي يوسف. نعم مزيان، انت متفق معاه؟ على كل شيء، ولكن الاخرى مازال ما وصلتش هذيك 13,400,000 لانك انت 2,600,000 وملي بقيت الدور العام ولات 16. يعني هذاك 13,400,000 مازال ما وصلش عليها النصاب، غير 2,600,000 اللي راه دار عليها النصاب ضرب. ها ايوا الحول، ولا كاين اللي دار على الحول واسمه هو غير 2,600,000. دوك اللي زادوا ديك 13,400,000 زاد تمور شهر 10 11 12 13 12 1 2 3 ها ها. ليش جبتها السي جعفر؟ عندك غير فكرة. واش متيقن ولا ما متيقنش؟ سي جعفر متيقن ولا ما متيقنش؟ متيقن؟ هذا الدين، هذا خصك تكون متيقن ولا تسكت؟ وها هو السيوس متيقن باللي تخرج، لأن الآخرين مازال ما بلغوش النساء. الآخرين حتى يضربوا معاهم. ها هو السيد مع يوسف، ها إيوا كي دير إيوا راك بقيت غير بوحدك. ها بقيت بوحدك برك، إيوا كي غادي نديروا لها؟ ها؟ كيفاش؟ ها؟ والمرة الجاية عاودك تشوف يعني الآخر كيفاش؟ شوف عاودك شحال بقى لك، تبقى تحسب يعني تعلم تحسب مزيان، زين. ها؟ أشياء المشقة، راه كلشي الدين تكليف، والتكليف مشقة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبني أحملنا واش فقنا من حمل الإنسان. راك حملت هذاك واش غادي دير؟ بسيف التكليف. ها؟ انت مع من راك درك؟ مع من؟ مع السي جعفر. اخ راك ودودو انت اسا مع السي جعفر. وانت مع جعفر كيف ايوا انت مع انت مع مع السي عبد الله ومع السي يوسف. ها ثلاثة ثلاثة ثلاثة. انت مع من؟ مع جعفر. او جعفر راك كطروة راك كيما يقول هذيك الاخر، هذيك الفريق نتاع الالمان كيسميو بايرن ميونخ، غير بخمسه لواحد، صحيح خمسه لواحد، شفتي اربعه اربعه ثلاثه. زين شكون الاخر؟ صافي؟
ضد جعفر 4-4 تعادل تعادل زين ها مع السي يوسف اذا السي يوسف راه 5-4 مع السي يوسف ها 6-4 7-4 مع السي يوسف 8-4 اوه السي يوسف ها 9-4 لا هنشوف الشرع عبد الله ما عارف هذو تسعة كاملين هذو تسعة الربعة هذو تسعة الربعة الله يجزيهم بخير راهم وقفوا مزيان مع السي يوسف غلط صافي غادي تخرج على 16 مليون وصلت تسعة وصلت لك زوج وستمية والمرة الجاية وصلت بشحال 16 مليون تخرج على 16 مليون لين فريق نعم نعم يعني ما وصلتش غير 10 نعم مازال ما وصلتش نعم مازال ما وصلتش نعم مازال ما وصلتش النصر ديالها الا وصلت النصر ديالها كلشي غادي يتزكى هلا لو كانت جوج الحول صافي صافي رحنا متفاهمين يعني كاين الحول هو مثلا شرع 10 ريال فيه زوج وستمية شرع 10 الجاي ولات عنده 16 مليون يخرج على 16 مليون صافي هذا هو شرع 10 واش يعني شرع 10 يعني غير 10 شهور هذا هو اللي قصدت انايا 10 شهور باقي على شهرين ما تفهمناش ما تفهمناش وصافي غير باش باش هذا السؤال علاش انا بالعاني درت لكم هكا علاش لان هذا السؤال ما بغاوش يفهموه الناس في العالم نعيا فيهم نقول لهم شوف انت راه عندك الان 10 ملايين في هذا الشهر يعني لو كان يبقى نهار واحد للحول نهار وتدخل لك 60 مليون تخرج عليها ولا ما تخرجش تخرج عليها واخا غير نهار ما تبقاش تقول لي 60 مليون دخلت غير نهار لا ولا خصنا حتى تفوت الا درنا هكذا خصنا كل المفليسات اللي يدخلوا ندير لهم حول ديالهم بوحدهم نبقى ندير 365 حول كل نهار يعني تهبل غادي دير واحد الورقه ودير هذه دخلت 15 رمضان هذه 16 رمضان عندك الحول تاع 15 رمضان عمرها ما تخرج الزكاه هذا الشيء انا بالعاني درت لكم هكذا باش لان السؤال يطرح من الغرب اوروبا دائما هذا نفس السؤال نفس السؤال قلت لكم حينما يبلغ النصاب اي قيمه 85 غرام ديال الذهب في البلاد ديالك اضرب الثمن ديال الذهب الاخر لقيته اللي تعرف القيمه تاع 85 غرام ديال الذهب هذاك هو النصاب الشهر العربي القمري اللي وصل فيها ذيك القيمه فما فوق تحسبوا ذاك هو الحول ديالك خير تبقى تاكل تشرب كيحول الحول ويدور العام وتوصل ذاك الشهر لو انه نهار واحد قبل ذاك الشهر دخلت 100 مليون تخرج على ذاك الحول مع ذيك 100 مليون عاودك لو كان نهار واحد قبل بالحول قبل ذوك الفليسات عندك 50 مليون ومشيت شريت بهم واحد الدار ديال فاش سكن ما بقاليش كي نصبح غدا ما بقاليش ما نخرجش نهار قبل الحول دخلت 100 مليون نخرج نهار قبل بالحول قبضت فلوسي وشريتهم واحد حاجه ضروريه ماشي حتايل على الله ماشي ندير الحيله ولا لا ما نخرجش فهمتوا ولا ما فهمتوا واش فهمتوا ولا ما فهمتوا باش ما نبقاش هذا الشيء دائما الا يا ناريني واحد رقيص راه الحول كانت عنده فيه 13 مليون ولكن هذه 6 ملايين زادت هذه غير واحد شهرين ما فاتش عليها العام كيفاش ما فاتش عليها العام ماشي هي اللي فات عليها العام هذاك اللي راك وصلتو ودرتو هو الحول هو اللي راك ان شاء الله تحضيه راك تاكل وراك تشرب في العام كامل وراك الدوره تبقى لك وتزيد عاد وراه يزيد هذا هو المقصود ما نبقاش ندير انا الحول لكل قدري من المال يدخل جديدا الا اجعل له حولا هذا لا يمكن ان يتصوره عاقل وهذا من المستحيل ان يفعله الناس لانه شاق حظي الدعوه سهله الحول عندي هو شهر رمضان منين يجي شهر رمضان نحسب وشحال عندي الفلوس اللي عندي في الحانوت الفلوس اللي عندي في البنكه الفلوس اللي عندي في الجيب والفلوس اللي نسالو للناس هذا هو واش متحسب في الحول زين فلوسي اللي هي عروض التجارة لتاجر قيمها زين وفلوسي اللي في البنكة
وفلوسي اللي في جيبي وفلوسي اللي في الوسادة. فاللي دير الوسادة ولا هذاك ما تحسبهمش قال لا اجمع عليها. والفلوس اللي دارها تحت اللحاف والفلوس اللي دارها في الكور عاد ندخلوا الكريدي. الكريدي اللي تسالوا للناس احسب كل شيء هذا الشيء وضربه في زوج ونص واعطيه الموسى كيف. نعم هذوك الارباح اللي يديرهم البنكه سقسيو ذاك السيد تقول له الارباح علاش عطاتك البنكه الارباح؟ البنكه تسدي تدي كيفاش عطاتك انت الارباح؟ كي دار؟ بلوكي حسن جدا بغيت نوصل بلوكي. اذا السيد راه بلوكا الفلوس كي تبلوكي الفلوس انت متعمد على انك واسمو تاكل الربا. ودرهم ربا اشد عند الله من 36 حوبا اقله ان يزني الرجل دائما عاودها اقله ان يزني الرجل بامه في صحن الكعبه. لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا الحاجه الاولى اسمه اقلع لكم بلوكي يمشي يجري لان معمد انه يحارب الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليس في القرآن مرتكب ذنب أوعده الله زين بمحاربة الله إلا الربا فهو يحارب الله. يمشي في الأول يتوب بعدها أول حاجة يتوب كي يدير يتوب الكونت بلوكي ما يبقاش يولي كونت كورة لأن مفروض علينا كنتعاملوا مع البنك واخا تعاملوا بالربا لكن ما نجيش أنايا ونعمد على أنني نبلوكي باش نساهم في الربا. لا اللي عنده حساب جاري راه كيديولو بعض النفقات على الخدمة ديال يقول لهم تاع ديتيني كونت يعني الضرائب تاع السوتيان تاع الكونت يعني الضرائب تاع الفري ديال السوتيان دو كونت يعني إذا هذه الأولى. ثانيا أن ذوك الفلوس هذوك ما تخرج بهم لا زكاة لا والو. الربا حرام ما هذوك في حكم المال المعدوم ما تاكلهم ما تصدق بهم ما والو. اش كديرهم؟ تتخلص منهم فين؟ الفرابي إذا بغيتو ذوك الميتين اللي غادي يديروا العمليات ولا ذا. لأن أنت حرام عليك الحرام ولا يتعلق بذمتك أنت حرام عليك وعلى أولادك وعلى اللي تنفق عليهم. قال لي تنفق عليهم ما تجيش تقول لي إيوا بغيت نخلص لكم إن شاء الله الضريبة اكوه بهم. لا 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 اللي حرم الله عليك راه حرم الله عليك. ما تجيش دير الحيله كما اليهود نهاهم الله عن الصيد يوم السبت واسمو دارو اش داروا الشوكه نهار الجمعه ونهار الاحد جبدوهم فلعنهم الله لانهم يتحايلون مع سيدي ربي. قال هذا الربا انا حرام عليا ناكلها بصح نخلص من الضريبه نخلص لافينيات نخلص راس تاع اللوطو نخلص لهم الضو ديال اللام الضو ديال اللام الماء ديالهم هذه كلها نفقات تؤجر عليها اذا اديتها من حلال فلا يجوز لك ان تنتفع من الحرام باي نوع من الانتفاع فلا يدخلن الشيطان عليك من هذه الباب ويبقى يوسوس لك ويقول لك ما كانش هذه غير ديرها. لا انت مسلم أزيد السي يوسف. هذا اللي خرج بالسنة الشمسية كل عام يكون اسمه دا 11 يوم معناه 30 عام كيقول كنا الزكاة مرة واحدة يعني كل عام راه كياكل 11 على 330 من حق ديال الزكاة. إلا بغى يدير الحول هو السنة الشمسية كيخرج واسمه الزكاة لازم يخرج الزكاة يخرج 2.5% زائد 11 على 365 مضروب في القدر تعرف لو الإنسان ديالك. فهمتوا هذا الحساب ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوا هذا الحساب ولا ما فهمتوش؟ وإذا كان كنقول لكم باش تسهلوا واسمو ديروا؟ ديروا الشهر واسمو العربي، واش واعر علينا احنا كمسلمين نديروا الشهر العربي؟
نعطيكم المثال اللي هو مثلا عندي 6 مليون يعني 6 مليون 2.5% غادي نخرج درك على حساب الشهر الشمسي يعني مال عربي راه 6% 6 مليون في 2.5 شحال جا شحال 2.5% شحال 25 في 6 شحال 120 150000 ياك 150000 ياك اذا الى درنا الشمسيه كنديروا 2.5% هي 150000 زائد 6 مليون مضروبه في 11 مقسومه على 365 ديال العام شوف شحال تعطيك شحال تعطيك هذا المبلغ اذا غادي تعطيك لكن تقدر تزيدوا على ذيك 150000 ولكن الافضل والاحسن هو انك دير الشهر العربي هذا ما فتح الله هذا اللقاء فأردت أن أتحدث عن مسألة شروط إخراج الزكاة وبغيت نبين هذا الشيء بالعاني باش ما نبقاش نعاود لها دائما لأن هذه المسألة تتكرر دائما الشروط يلا عاودوا الشروط معنا تاع إخراج الزكاة الإسلام وزين والبلوغ والعقل وزين والحريات وزين زين والحريات والملكية للمال والحلال زين والنصاب والحول هذا 8